في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، انطلاق أول خدمة مسح نشط من السيارة بمحافظة الطائف. أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف وبالتعاون مع أمانة الطائف أول نقطة للمسح النشط بهدف فحص الأشخاص من سياراته، وتستقبل النقطة الواقعة على أرض مستشفى الملك فيصل القديم مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الإطمئنان على صحتهم وسلامتهم عبر مسارين، ونقطة الفحص تضم عددا من المختصين وفريقا طبيا متكاملا يقوم بهذه المهمة وتشرف عليه صحة الطائف. هنا حيتأكد من الباسبور والمواد، لما يشيك يسوي له الوصول، بعد ما يصور يسوي الوصول يعطيه مش يعطيه السواب ينحط على نفسه السحب، طبعا هيمشي بنفسه عرفت؟ السلام عليكم. اكتب راس عن المنزل هذا الحاجة هنا حيسحب وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الأخصائي سعيد القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نسعي بإفتتاح فحص كورونا باستخدام مسار السيارات. في الحقيقة الزملاء شاكرين مقدمين لهم، كان في جهود من قبل واجتهدوا حتى أنهم رأينا كل الأشياء منسقة مرتبة. برضو المسار هذا يخدم كل المراجعين، ولا بد أن يكون هناك موعد عن طريق تقمة. والحقيقة الأشياء هذه كلها جهود دعم الوزارة، دعم الزملاء كلهم في المديرية، شكرا للجميع. وبعد أخذ العينة من المواطن أو المقيم تأتيك رسالة نصية بنتيجة الفحص بعد عدة أيام. حمانا الله وإياكم، ولا ننسى لبس الكمام وكذلك التباعد الاجتماعي والالتزام بمترين عند الحاجة لمخالطة الآخرين. شكرا لكم.